انفجار ماسورة غاز طبيعي بمصر الجديدة بجوار كوبري الجلاء. اللي رايح مصر الجديدة يا جماعة ما يدخلش ناحية هارون، يكمل ناحية سفير وياخد أقرب مكان لدخلته. انفجرت ماسورة الغاز أثناء عمليات الحفر اللي بتتعمل عشان الكوبري الجديد اللي بيتعمل ده، وتسببت في شبورة كبيرة جدا، في عربيات اتصدمت ببعض، والخوف مؤكد من كارثة حقيقية لو ما تمش انقاذ الموقف. هنتابعكم بالجديد على طول ان شاء الله.